هذه التجربة الهدف من عندها إنتاج مادة معطلات الفناديوم التي تحتاجها الكثير من محطات الكهرباء في الوزارة، وكنا نستوردها بعشرات الملايين من الدولارات لحد هذا اليوم، في حين تتوفر طاقة لإنتاجها في هذا المعمل وفي معامل أخرى تابعة لوزارة الصناعة. كان هناك تخوف وقلق أن المواصفة ستكون غير مناسبة لاستخدامات وزارة الكهرباء، ولهذا تم تكليف أحد الباحثين في وزارة الكهرباء بالتعاون مع الإخوان في وزارة الصناعة، وقاموا بجهد على مدى طويل إلى أن وصلوا إلى نتائج ممتازة الحقيقة، ليست جيدة ولا جيدة جدا بل ممتازة. المواصفة أصبحت أفضل من مواصفة المنتج الذي نستورده منذ تأسيس وزارة الكهرباء ولحد هذا اليوم. ميزة هذا المنتج هو التالي: أولا سعره لحد الآن مع إضافة أرباح وتكاليف لا يتجاوز نصف سعر الاستيراد. الموضوع الثاني أنه سيشغل معمل تابع لوزارة الصناعة ليس لديه عمل الآن، وهذا المعمل لن يستطيع أن يغطي أكثر من 30% من حاجة وزارة الكهرباء الآن، ولهذا عليه أن يشغل معامل أخرى في شركات نعرفها وهم يعرفونها، وفي مصانع القطاع الخاص وفي مصانع القطاع المختلط، ولكن يجب أن تكون القيادة والاتفاق والإدارة في وزارة الصناعة. من الميزات التي سنحققها أيضا أننا سنتخلص من الكثير من الكلف، منها الشحن، كلف الشحن، كلف الخزن أيضا لأننا الآن نخزن مواد. إضافة لذلك سوف تكون المواصفة حسب حاجة المحطة، نحن عندما نستورد نضطر أن نوحد المواصفة، في حين أن محطاتنا هناك فرق قليل في المواصفة بين محطة وأخرى، ولهذا سيكون المنتج الخارج من هذا المعمل هو حسب حاجة المحطة بالاتفاق بين الطرفين، فكل أسبوع يكون الإنتاج لمحطة معينة حسب المواصفة التي تحتاجها، ولهذا لن تكون هناك عمليات كيميائية في داخل المحطات، بل سيتم إنتاج وفحص المنتج في المصنع هنا، وفحص المنتج في المصنع هو أفضل من فحصه في محطاتنا لأن هناك معدات مساعدة لذلك. ولهذا الحقيقة خطوة اليوم هي خطوة بداية وليست خطوة نهاية، خطوة بداية أننا وضعنا الموضوع على الطريق الصحيح، وسوف يتبعه لجنة مشتركة تتفق على العقود وعلى آلية التسليم وعلى الأسعار وعلى الأفق البعيد لهذا الموضوع، ويبدأ الإنتاج وتوقف عملية الاستيراد بالكامل. بالإضافة إلى إنتاج المواد المطلوبة راح يكون مطلوب إنتاج المواد الأولية، المواد الخام اللي إحنا كتجربة صار التوجه لاستيرادها مبدئياً، إلى أن نجحت التجربة راح يبدأ وأكو هيجي تحرك على إنتاج المواد الأولية لإنتاج هذه المادة، وبالتالي راح تنعكس على تشغيل معامل كثيرة وأيدي عاملة كثيرة، بالتأكيد راح تخدم البلد اقتصاديا واجتماعيا. وإضافة إلى ما ذكر المعالي أنه الاستيراد عملة صعبة تهدر، وظروف استيراد وخزن تأثر على الوزارتين، راح تحل هذه إن شاء الله.